مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي هذه الفقرة نلتقي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصري الدكتور عاصم الجزار. دكتور، أهلا بك في سكاي نيوز عربية. أهلا وسهلا يا فندم بكم مشاهدينك. يعني دعنا نبدأ مباشرة بالحديث عن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة. سنوات طويلة كنا نتحدث عن أهمية أن يتم توفير مسكن ملائم للمواطن المصري. هل برأيك نجحت مصر الآن في توفير هذا المسكن الملائم للمواطنين المصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في البداية بس يعني عشان نحط الإطار الأشمل اللي بتشتغل فيه خطة وزارة الإسكان في سبيل توفير المسكن الملائم للمواطن المصري. احنا بنشتغل في إطار مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية بينظر لمصر عام 2052. المخطط ده هو اللي وضع القواعد الرئيسية الحاكمة للمشروعات القومية اللي احنا شغالين فيها الفترة الحالية. فإذا تحدثنا على مشروعات الإسكان بأنواعها فهي بتخش في إطار منظومة المدن الجديدة اللي كانت مستهدف منها تحقيق الهدف القومي الأول في المخطط الاستراتيجي، وهو مضاعفة المعمور وإتاحة فرصة أولا لخلق فرص عمل جديدة للزيادة السكانية اللي بتحصل في مصر، وبالتالي توفير السكن الملائم لكل من هذه الفرص المتاحة. عشان كده احنا دلوقتي بنشتغل في توفير 14 مجتمع عمراني جديد، دول بيحققوا لنا الهدف القومي اللي احنا اتكلمنا عليه، مضاعفة المعمور المصري وخلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري في كل مجالات التنمية. ومع إنشاء هذه المدن الجديدة بنوفر الإسكان بمستويات مختلفة. احنا عندنا خطة للإسكان كانت موضوعة ان احنا نوفر في خلال الخمس سنوات من 2014 من نص 2014 الى 30/6/2020 حوالي 1,000,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي. جاري العمل وتم تنفيذ 600,000 وجاري الطرح 400,000 آخرين. بالنسبة للمشروعات الإسكان المتوسط احنا بنشتغل في ثلاث مشروعات بثلاث مستويات مختلفة، دار مصر وسكن مصر ومشروع جنة، ودول بيوفروا لنا حوالي 190، احنا انتهينا من 190,000 وحدة سكنية، إضافة إلى السكن البديل للمناطق العشوائية، وده احنا قدرنا الحمد لله نوفر فيه 200,000 وحدة سكنية. فاحنا إجمالي ما تم توفيره حتى الآن في مجال الإسكان في مستوياته المختلفة بدون الإسكان الفاخر، احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1,000,000 وحدة سكنية بكافة مستوياتها. الحديث عن مستويات مختلفة للإسكان، الفقراء نصيبهم من هذا الأمر، وهل ثمة دعم يقدم للإسكان المحدود أو للمتضررين من العيش في المناطق العشوائية؟ طيب يعني خليني برضو نقول لحضرتك احنا الاسكان المحدودي الدخل او على الاخص اهالينا اللي كانوا ساكنين في المناطق ذات الخطورة الداهمة، اللي احنا ان شاء الله في نهاية هذا العام بننتهي من مناطق الخطورة الداهمة بشكل كامل في جمهورية مصر العربية. احنا وفرنا لغاية الآن 200,000 وحدة، وعلى آخر يناير هيبقوا 220,000 وحدة سكنية. الوحدات دي بياخدوها أهالينا اللي في المناطق الخطرة دون مقدمات خالص، كل ما يتم دفعه هو 300 جنيه في الشهر، وده ما بيسترجعش العائد من التكاليف الانشاء، لكن هو ده بس عشان المواطن اللي بياخد وحده يبقى عنده ورق وعنده سجل ان هذه الوحده مسجله باسمه، ان هو بيدفع القدر المستحق على الوحده. الوحده دي حضرتك هو بياخدها في الغالب العام مفروشه بالكامل ومؤثثه، وبالتالي هو هنا بياخذ هذه الوحدات بشكل نقدر نقول مجاني بالكامل. أما مشروع الإسكان الاجتماعي فإحنا المشروعات اللي إحنا طرحناها إلى الآن ما يتم المواطن بياخد دعم على الوحدة نقدي الأول. الدعم النقدي ده بيختلف باختلاف الدخل، بداية من الحد الأدنى للدخول بيقدر يحصل على قيمة من الدعم النقدي، وإحنا طالعين بيخل الدعم النقدي كلما زاد الدخل. تمن الوحدة اللي بيحصل عليه المواطن
أولا هو داخل في مبادرة البنك المركزي مدعوم بفايدة 7 أو 8%، وبالتالي الفايدة مدعومة تقريبا ب 10% من سعر الفائدة. ده دعم إضافي داخل في ثمن الوحدة، إضافة إن احنا ثمن الوحدة أساسا اللي احنا بنحسبه للمواطن ما بيدخلش فيه لا ثمن الأرض ولا ثمن المرافق ولا ثمن أي زيادات بتحصل نتيجة فروق الأسعار في الأعمال للمقاولين. حقيقة لو جيت حضرتك تحسب إجمالي صافي تكاليف، هتطلع الوحدة المواطن بيحصل على تقريبا 60% دعم من ثمنها. طيب يعني ده كلام ربما يكون مبشرا لا يتحدث عنه كثيرون. ما يتعلق بالمصريين في الخارج، وكانت هناك مشروعات لشراء وحدات أو شراء أراضي وبناء عليها، ما هي الفرص المتاحة في هذا الأمر للمصريين في الخارج؟ احنا مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج من المشروعات الناجحة واللي لاقت نجاح وبتقدم فرص جيدة لزملائنا اللي بيعملوا في خارج الوطن. واحنا ان شاء الله في خلال شهر ديسمبر عندنا طرح جديد لفرص في بيت الوطن، وهيتم الاعلان عنها اعتقد يعني اذا ما كانش الاسبوع القادم فهو الاسبوع اللي بعده، والناس هتبتدي تتقدم. عندنا مواقع مختلفة، وهيبقى هنعيد تاني طرح مناطق جيدة للمصريين بالخارج بإذن الله. من بين الاسم الوزارة التي تتولى إدارتها المرافق، الحديث عن حاجة ماسة لوصول الصرف الصحي لكافة ربوع مصر وكذلك المياه، دعنا نبدأ بهذين الملفين الأول. لو اتكلمنا على المرافق فطبعا ده احد التحديات الكبيره اللي بتواجه الدوله، مش بس وزاره الاسكان. قدرات تمويليه هائله مطلوبه عشان سد الاحتياج للامداد بالمرافق. احنا يمكن المرافق على مستوى الحضر حاليا بالنسبه للميه، احنا بنسبه 100% الحضر ممدود بالمياه، ولما اقول نسبه 100% انا بتكلم على نسبه عدد السكان المخدومين بالخدمه. قد يكون في مستوى اداء الخدمه في بعض المناطق بيختلف عن بعض الاخر، ولكن دي اعمال بتتم تطويرها وتحسينها. على المستوى الريف برضو نسبة التغطية لمياه الشرب في الريف جيدة. احنا المشكلة الأساسية هي في مشكلة امداد الريف بالصرف الصحي. عايز اقول حضرتك ان احنا في 2014 كان النسبة المخدوم من عدد سكان الريف، عدد سكان الريف 51% من سكان مصر، وبالتالي لما نقرب هنقول 50%. لما نعرف ان كانت نسبة خدمة الصرف الصحي في الريف في 2014 11% فقط من عدد سكان الريف هو اللي كان عنده صرف صحي. احنا الحمد لله في خلال 4 سنوات المقاضية احنا وصلنا دلوقتي 38.5% نسبة خدمة الصرف الصحي في الريف، وان شاء الله مخطط في 30/6/2020 ان احنا نوصل ل 42%. يعني احنا بنتكلم في كمان 6 شهور ان شاء الله هنوصل ل 42%. طبعا ده الرقم ضعيف، ولكن احنا لان احنا جايين من بعيد قوي، احنا بادئين جايين من 11%. نسبه الصرف الصحي كانت قليله جدا ومسببه مشاكل كتير في الريف المصري، والمشكله بتزيد لما توفر خدمه الميه دون وجود خدمه صرف صحي مناسب، لان الانسان اللي عنده مصدر للميه دائم ومباشر وما عندوش صرف صحي المشاكل اللي عنده بتبقى اكتر من لو ما كانش عنده كمان مصدر مياه شرب. فاعتقد احنا ماشيين بمعدل متسارع جدا في الامداد في الصرف الصحي وخصوصا في القرى، وزي ما قلت لحضرتك الرقم ما هوش مرضي بالنسبه لنا ان احنا نوصل ل 40 أو 42% بنهايه 30/6/2020، ولكن ده اقصى القدرات الفنيه والقدرات الماليه اللي احنا قادرين نعبئها في الفتره دي. يعني على طريقة التخطيط، عفوا على طريقة التخطيط الاستراتيجي يا فندم، متى تكون خريطة مصر ريفها وحضرها وبراريها مشمولة بخدمة المياه وخدمة الصرف الصحي؟ تمام. يعني انا خليني احنا زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، احنا في اطارين حاكمين لعملية الانتهاء من خدمة الصرف الصحي. الاطار الفني وهي القدرات المؤسسية للقطاع، وفي الإطار التمويلي وهي القدرات المالية لتمويل هذه القدرات الفنية. لو أنا بس كلمت حضرتك على القدرات التمويلية، إحنا محتاجين عشان ننتهي من عملية الصرف الصحي قرى محتاجين 350 مليار جنيه،
وده مبلغ ضخم جدا 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 جدا. احنا بنأمل ان شاء الله باذن الله ان احنا في خلال الخمس سنوات القادمه ان احنا نكون انتهينا بالكامل من الصرف الصحي المناطق الريفيه والقرويه، لان برضو احنا عندنا مشكله كبيره. احنا عندنا 4700 قريه تقريبا، وعندنا 30,000 نجع وعزبه اللي هي التجمعات الريفية الصغيرة. امداد هذه التجمعات الصغيرة المتناثرة سواء كانت في الزراعات او في الاراضي الصحراوية بالبنية الاساسية والصرف الصحي، بيبقى برضو في تحدي لان التكلفة بتزيد جدا، لان المسافات المتباعدة ما بين المناطق وعشان نعمل المحطات والروافع وما الى ذلك بتكلف اكتر بكتير منك انت تقدم الخدمة دي لمدينة على بعضها في مكان واحد. انما احنا اللي تم تحقيقه في الاربع سنوات المنقضية بيقول ان احنا ان شاء الله ماشيين بخطة جيدة، وبنحط من الادوات ومن الطرق الفنية اللي هنقدر بيها ان شاء الله في الفترة القادمة ننتهي من هذا الملف. هو الملف ده كمان مرتبط بترشيد استهلاك المية في ظل ندرة المية اللي احنا بالعالم كله بيتكلم عليها. وبرضو انا حابب هنا القي الضوء على قدرات مصر في عملية تحلية مياه البحر. بما ان احنا قاعدين على البحر، احنا في 2014 كانت القدرة الإجمالية في عمليات التحلية احنا كنا بنحصل على 80,000 متر مكعب يوم من مياه التحلية. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا واحنا قاعدين دلوقتي احنا القدرات بتاعتنا اصبحت 800,000 متر مكعب يوم. احنا في خلال الاربع سنوات المقاضية ضعفنا قدرة التحلية 10 اضعاف ما كانت عليه، وعندنا خطة طموحة دلوقتي بنضعها مع مؤسسات الدولة المختلفة للاكتفاء الذاتي في المناطق الساحلية سواء كان ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر الأبيض من المياه التحلية، وعدم نقل المياه من النيل في لمناطق أكثر بعدا، لأن بيحصل فاقد سواء إهدار أو سرقات أو ما إلى ذلك. وبالتالي إحنا دلوقتي بنحط خطة متكاملة للتوسع أكثر كمان في عمليات تحلية مياه البحر. دكتور عاصم جزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، ماذا عن المجتمعات الجديدة في مصر؟ خريطة عدة مدن، هل تراعى فيها البعد الاجتماعي والعدالة في توزيع خطط التنمية في مصر؟ وبإحصاءات وأرقام على أي طريق تسير مصر في هذا المجال؟ بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، يمكن زي ما أنا قلت لحضرتك إحنا عندنا في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052 المرحلة الأولى 2032، إحنا محددين أماكن التجمعات العمرانية الجديدة لغاية سنة 52. إحنا عايشين على 6-7% من مساحة مصر اللي هي 1 مليون كيلومتر مربع. المخطط بيقول إن 24% من مساحة مصر الإجمالية قابل للتنمية بدون أي محددات، ونوصل إلى 40% قابلين للتنمية ببعض المحددات البسيطة. إحنا كل اللي إحنا محتاجينه لحد سنة 52 إن إحنا نعيش على 14%، وبالتالي إحنا ما عندناش مشكلة في الحيز المكاني. المشكلة إن أماكن التنمية اللي إحنا بنتكلم فيها محتاجة بشكل كبير جدا المرافق الرئيسية للحياة، المية والطاقة، وطبعا شبكة الطرق اللي بتوصلنا لهذه المناطق. عشان كده الدولة لما ابتدينا نحط نشتغل في خريطة التنمية، ابتدينا أول حاجة نعملها هي شبكة الطرق القومية. شبكة الطرق القومية دي هي اللي هتاخدنا لمناطق التنمية العمرانية الجديدة. بذكر الصعيد حضرتك، احنا بنشتغل في تجمعات غرب النيل. احنا عندنا دلوقتي بنعمل غرب إنا وهضبة أسيوط اللي هو تجمع ناصر وملاوي والفاشن، الأربع تجمع إضافة إلى أسوان الجديدة وتوسعاتها. إحنا عندنا 5 مدن جديدة بيتم العمل فيها حاليا، وافتتاح المرحلة الأولى من هذه المدن كلها هيكون إن شاء الله في 30/6/2020. شغالين في صعيد مصر عشان نوفر فرص للتنمية وفرص للعمل وفرص للإقامة، وإن المواطن يحصل على وحدة بشكل جيد. وخليني هنا أضرب لحضرتك أحد الأمثلة الهامة في هذه التجمعات، تجمع هضبة أسيوط أعلى الهضبة في تجمع ناصر. هذا التجمع يمكن مدينة أسيوط من أكثر مدن مصر ندرة في الأرض
في الوقت الراهن، واسعار الوحدات السكنيه فيها غاليه جدا جدا. احنا جينا على طريق اسيوط الغربي وعلى بعد 4 كيلو عملنا مجتمع عمراني جديد، وشقينا طريق من هذا من طريق اسيوط الغربي الى طريق الى مدينه اسيوط القائمه في حوالي 21 كيلو متر، جاي طريق حر في الجبل نازل من منسوب 180 فوق سطح البحر الى منسوب المدينه على النيل. قدرنا نعمل زي ما موجود في القاهره الشيخ زايد والجيزه وفي محور 26 يوليو، احنا خلقنا هذا النموذج الثاني في صعيد مصر، واحنا الى الان في عندنا 3000 وحده مبنيين سكنيه، حوالي 1400 وحده سكان اجتماعي و1600 وحده دار مصر، ودي المرحله الاولى، وان شاء الله في يعني ممكن في خلال الشهر الجاي او اللي بعده يتم افتتاح الطريق الواصل ما بين تجمع هضبة أسيوط ومدينة أسيوط، وإن شاء الله المدينة المرحلة الأولى زي ما قلت لحضرتك هتفتتح في 30/6/2020. احنا مهتمين جدا بالصعيد، ويمكن احنا الحجم الانفاق برضو عشان نبقى المواطن لما يسمع يعني ايه احنا مهتمين. احنا مثلا خليني اقول لحضرتك مدينه زي مدينه الفيوم الجديده، القرار الجمهوري طالع بتاعها من سنه 1999، ما تم انفاقه حتى تاريخه في على مدينه الفيوم الجديده هو 1.8 مليار جنيه. احنا مدينه هضبه اسيوط لم يمضي عليها حتى تاريخه 24 شهر، ما تم انفاقه عليها حتى الان 5.5 مليار جنيه. وبالتالي هنا بيوري حضرتك ان ما تم انفاقه في اقل من 20 شهر يزيد اضعاف ضعفين او اكثر عما تم انفاقه في 20 سنه. ايضا يعني ينسحب على بقيه المدن الجديده في الدلتا والوجه البحري وسيناء. بالضبط، يعني احنا في الدلتا يمكن ما كانش فيه لفتره طويله مجتمعات عمرانية جديدة، وإحنا دلوقتي عندنا أحد أهم المجتمعات العمرانية الجديدة اللي إحنا بننشئها في الدلتا، مدينة المنصورة الجديدة، ودي برضو هتبقى يعني عروس الدلتا وهتخدم دلتا مصر بشكل جيد، ويبقى سكان الدلتا عندهم حاجه زي ما سكان الساحل الشمالي الغربي أو سكان مصر عندهم مدينة العالمين الجديدة أو مدينة سلام شرق بورسعيد على البحر، هيبقى فيه للدلتا مدينة المنصورة الجديدة حاجة يعني جميلة على شاطئ البحر. المجتمعات العمرانية اللي احنا بنعملها كلها في ما احنا ما بنشتغلش، ما فيش مجتمع عمراني يقدر يبقى مستدام ويستمر في الحياة إلا إذا كان بيجمع كل الطبقات السكان، فأي مجتمع طبقي ما هوش مجتمع مستدام. وبالتالي إحنا كل المجتمعات اللي إحنا بنعملها بيتم الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية أو السوسيو إيكونوميك أسبيكت، جوانب الاقتصادية الاجتماعية، وده بينعكس كمان في فرص العمل والخدمات اللي موجودة في هذه المدن. عشان كده هتلاقينا موجود عندنا في المدن اللي إحنا بنعملها في العالمين إسكان فاخر ولكن في إحنا الجانب الآخر يمكن بس لا يتم إلقاء الضوء عليه، إحنا عندنا 1600 وحدة إسكان اجتماعي مميز تم الانتهاء منهم وتم بيعهم بالكامل في مدينة العالمين. يعني الأبراج لسه بتتبني، إنما إحنا عندنا 1600 وحدة تم الانتهاء منهم. إحنا بنشتغل في 4600 وحدة للسكن المتوسط في مدينة العالمين حاليا. إنما هو الجزء الساحلي اللي على البحر هو اللي واخد بس يعني العالمين ليست هي واحة الأغنياء ابدا ابدا. لو حضرتك شفت عدد الوحدات اللي انا بقول لحضرتك احنا ما تم طرحه وبيعه والناس عايشه دلوقتي في مدينه العالمين في الاسكان الاجتماعي المميز 1600 وحده، دول تم انشائهم بالكامل وتم بيعهم، وبنشتغل في 4600 وحده اسكان متوسط، وان شاء الله في القريب العاجل هيتم الاعلان عنهم والتقدم لحجزهم. المجتمع العمراني لازم يطلع مجتمع عمراني متكامل. سؤال أخير قبل أن نختم هذا اللقاء مع حضرتك، الحديث عن الاستثمار العقاري في مصر، والبعض يتخوف من أن يكون هناك فقاعة عقارية ربما تحدث أثرا سلبيا على بنية الاستثمار في مصر. برضو التخوف مشروع، ولكن خليني برضو إيه عشان نطمن الناس، إحنا المقاومات الفقاعة العقارية الرئيسية مش موجودة في مصر، ألا وهي التداول الوحدات السكنية أكثر من مرة عن طريق المورجج أو التمويل العقاري، ده بيرفع ثمن الوحدة إلى أضعاف مضاعفة دون أن يكون ده ثمن الحقيقي. إحنا مع التمويل العقاري في مصر إلى الآن بادئ
ولسه ناشئ، ولسه في المرحله الاولى اللير الاولى اللي هي ما بين المطور وصاحب الوحده. ما فيش السوق السكندري ماركت او السوق الثانوي واعاده البيع لاكثر من مره مع تحميل ارباح لكل عميل بيبيع، ده مش موجود. يمكن احنا كمان السكندري ماركت دلوقتي العمليه فيه متباطئه شويه. انما انا عايز اقول لحضرتك ان المبادره الاخيره اللي اعلن عليها دوله رئيس الوزراء مع السيد محافظ البنك المركزي بالتعاون معانا لمبادره دعم الاسكان المتوسط بفائده 10%، دي هتنعش بشكل كبير جدا جدا سوق الاسكان وخصوصا الاسكان المتوسط. الدولة هنا ما بتلعبش دور المطور العقاري، ويمكن احنا كذا مرة اتكلمنا ووضحنا هذه النقطة وحابب اوضحها لمشاهدينك الكرام. الدولة هنا هي منمي عمراني وليست مطور عقاري، وهناك فرق كبير جدا ما بين المنمي العمراني والمطور العقاري. المطور العقاري بياخد حتة ارض وبيعمل مشروع وبيطوره عشان يبيعه، احنا ما بنعملش كده. احنا بنروح لمناطق ما كانتش منماة على الاطلاق، ما كانش فيها مرافق ولا بنية اساسية. مدينة العالمين اللي احنا بنتكلم عليها دي مثلا، احنا بننشئ فيها جامعتين تكلفتهم فقط الجامعتين 15 مليار جنيه. تكلفة المرافق إلى تاريخه حتى الآن احنا تعدينا 5 مليار جنيه. ده مفيش مطور عقاري بيدفع كل هذه المصاريف في خدمة أو في مرافق تحت الأرض. احنا لازم نروح في مناطق التنمية العمرانية الجديدة اللي احنا مقترحينها وفقا لخطة التنمية، ونحط هذه البذور من المشروعات مع بعض المشروعات الرائدة عشان نقول ونهيئ المناخ للمطورين العقاريين بعد كده ان هم يتفضلوا يخشوا يشتغلوا. وبالتالي احنا بس في بعض الخلط بيحصل ما بين ان الدولة بتقوم بدور المطور العقاري. لا، انا احب احط المفهوم الصحيح، احنا بنشتغل منمي عمراني. المنمي العمراني في المناطق الصحراوية والمناطق البعيدة لازم هو يبتدي في البداية، وهو اللي بيحط الاستثمارات ويعمل بعض المشروعات الرائدة، لان رأس المال بيبقى حساس شوية في ان هو يروح في البداية. دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع إسكان نيوز عربية. أشكرك فندم، شكرا لحضرتك. أما أنتم مشاهدينا فهذا سمير عمر يحييكم في نهاية هذه الفقرة، ونواصل فقرات برنامجنا ونلتقي بعد قليل.